ملف الثاني في الحرة الليلة من الأراضي الفلسطينية يسود توتر شديد في الضفة الغربية بعد مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في عملية طعن وإطلاق نار في محيط مستوطنة أريال وتوصل قوات معززة من الجيش الإسرائيلي عمليات البحث والتمشيط عن فلسطينيين يشتبه أنهما نفذا العملية التي وصفت بالمركبة في الأثناء قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق باب حطة أو باب الرحمة في المسجد الأقصى بسبب ما أسمته استغلاله من قبل ناشطين لحماس لأهداف إرهابية يأتي هذا بعد قرابة ثلاثة أيام على تنفيذ الجيش الإسرائيلي نحو مئة غارة على قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخين باتجاه تل أبيب في هذا المفترق الذي علقت عليه صور قتلى إسرائيليين هاجم فلسطيني جنديا وطعنه بالسكين وخطف سلاحا واطلق النار عليه ما ادى الى مقتله بعد هذا الهجوم استولى الفلسطيني علي سياره ماره وقام بتنفيذ هجوم اخر علي مقربة من المكان ما ادى الى اصابه اخرين أشد على أيادي جنود جيش الدفاع وعناصر الشباك والأجهزة الأمنية الذين يلاحقون الإرهابيين إنني متأكد بأنهم سيلقون القبض عليهم وسنحاسبهم مثل ما فعلنا في الحالة السابقة مشاعر غضب وخوف تلف المستوطنين هنا الذين يطالبون بالرد أعتقد أنه يجب عمل المزيد لمواجهة المخربين ومن يدعمهم ويمولهم يدفعون أموالا باهظة للمخربين ويجب أن يكون هناك رد أكثر صرامة وقد هرعت قوات معززة من الجيش إلى المنطقة وقامت بفرض طوق أمني على عدد من البلدات الفلسطينية قضاء نابلس من أجل إلقاء القبض على المنفذ أو المنفذين زي ما انت شايف الواحد لا هو يطلع لا من داره ولا من بيته ولا يمشي على الخط من مره يعني زي ما تكون في مأزق كثير كثير ماساوي. وأمرت السلطات بإغلاق المستوطنات خشيه القيام بمزيد من العمليات. هذه العمليه تضاف الى التصعيد الاخير بين غزه وتل ابيب وبالتزامن مع حاله الاحتقان على خلفيه مصلى باب الرحمه في محيط مسجد الاقصى. وكانت محكمه الصلح استجابت لطلب الشرطه اغلاق المصلى. التي عللت طلبها بأنه استعمل من قبل ناشطي حماس لأهداف وصفت بالإرهابية قرار رفضته هيئة الأوقاف الإسلامية موقف الأوقاف أو مجلس الأوقاف بشكل كامل من خلال البيان الذي صدر وتكرر عدة مرات أن مصلى باب الرحمة سوف يبقى مفتوح لا اعتراف بشرعية الحاكم الإسرائيلية الأوقاف تخضع للوصايا الهاشمية وللقانون الأردني فقط ويتحول القرار الآن إلى الشرطة الإسرائيلية التي ستقوم بدراسة أبعاده قرار كان قد تأجل الأسبوع الماضي بسبب المساعي التي بذلها الأردن لحل هذه الأزمة يحيى قاسم الحرة القدس من رام الله دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية دكتور أهلا بك معنا في الحرة الليلة <applause> عفوا نتابع هذا التوتر في الأراضي الفلسطينية على خلفيه مقتل جندي اسرائيلي وقبلها التوتر في قطاع غزه وبينهما اقرار محكمه اسرائيليه باغلاق باب الرحمه تفضل طبعا الوضع متوتر والذي يوتر الاجواء اكثر هذه القرارات الاسرائيليه المتتاليه التي تعبر عن تكريس الاحتلال ونظام الابرتايد ضد الفلسطينيين الوضع اصبح لا يطاق اولا غزه محاصره واهلها يجوعون بسبب حصار مستمر منذ عام 2006 ويزداد شده على يد الاسرائيليين والقدس تتعرض لهجمه خطيره جدا والان القرار باغلاق مصلى باب الرحمه يعني هو قرار تعسفي وكاذب ايضا عندما يدعى بان المصلى يستخدم من قبل طرف سياسي فلسطيني هذا غير صحيح المصلى يستخدم من قبل المصلين وانا نفسي كنت هناك رغم انني ممنوع اصلا من دخول القدس وهذا ايضا اجراء اخر ظالم تجاه فلسطينيين كثيرين اكثر من 90 او 95% من الفلسطينيين ممنوعين من الدخول للقدس نعم. لذلك انا اعتقد ان المحور الرئيسي للتوتر الجاري حاليا هو نفس المشكله القائمه منذ سنوات طويله منذ عقود م. استمرار الاحتلال الاسرائيلي وبالمناسبه ليس لكن يعني... تقريركم هذه ليست اراضي فلسطينيه فقط هذه اراضي فلسطينيه محتله نعم. محتله يعني. من قبل اسرائيل كيف تشير الى الى العمليه المركبه اللي حصلت اطلاق نار وطعن استهدف جنودا اسرائيليين بعضهم جرح وقتل واحد منهم. طبعا لانه هذا شاب فلسطيني حسب ما يدعي الجيش الاسرائيلي شاب عمره 19 عام وقام بهذا العمل بشكل منفرد عن ماذا يعبر هذا الامر؟ يعبر عن مستوى الضيق والغضب والشعور بالمهانه التي يعاني منها الفلسطينيون. بسبب حالة الاضطهاد التي يتعرضون لها أنا برأيي يجب البحث عن أسباب وجوهر المشكلة أسباب وجوهر المشكلة هو استمرار الاحتلال أسباب وجوهر المشكلة وجود الاستيطان وهو استيطان استعماري غير شرعي غير قانوني كل أريال غير قانونية موجودة على أراضي محتلة وحسب القانون الدولي وحسب اتفاقيات جنيف كل وجودها غير قانوني وبالتالي عندما تاتي الى شعب وتستولي على ارضه وتعتقل طيب. ابناءه وتضطهدهم وتقوم بقتلهم والاعتداء ولكن عليهم ولكن ولكن لا ترى سيد مصطفى انه نعم. الانسداد اللي موجود السلطه الفلسطينيه وحتى حماس في قطاع غزه يتحملون جزءا من مسؤوليته الفلسطينيون يتحملوا مسؤوليه واحده وهي استمرار الانقسام الذي يجب ان ينتهي هذا صحيح ومن المؤسف والمعيب ان يستمر هذا الانقسام ونحن جميعا نتعرض لهذا الاضطهاد الشامل على يد الاحتلال، لذلك طبعا المسؤوليه في انهاء الانقسام هي مسؤوليه فلسطينيه، ولكن المسؤوليه عن الوضع العام هي استمرار الاحتلال وللاسف ان بعض الادارات كالاداره الامريكيه تواصل دعم اسرائيل دون قيد او شرط وتنحاز للمواقف الاسرائيليه وهذا يشجع الاتجاهات المتطرفه في اسرائيل لكي تصبح اكثر تطرفا وعنصريه وهذا ما نراه في الحمله الانتخابيه الاسرائيليه نحن لا نرى معسكر سلام في اسرائيل ولا نرى من يطالب او يقبل بانهاء الاحتلال او يقبل مثلا بان تكون القدس عاصمه للفلسطينيين ايضا لذلك كل هذه الامور تسهم في تغذيه العنف وتسهم في تغذيه التوتر وتسهم في تغذيه الغضب الذي ينفجر احيانا على شكل فردي او ينفجر على شكل جماعي ولا يمكن إنهاء هذه الأوضاع إلا بإنهاء الاحتلال المسألة واضحة وليست معقدة يعني كذلك لا بد أن نشير إلى إلى ما جرى في قطاع غزة قبل ثلاثة أيام وإطلاق صواريخ تجاه تل أبيب وبعد ذلك ما قامت به الطائرات الإسرائيلية بقصف قطاع غزة بأكثر من مئة غارة هل ترى أي رابط لما جرى في قطاع غزة قبل ثلاثة أيام وعملية الطعن لا اعتقد ان هناك رابط ولكن هناك رابط بين مقاومه الاحتلال ووجود الاحتلال وهناك رابط بين الغضب الجاري في الضفه وفي غزه وفي القدس وبين الاجراءات والمضايقات الاقتصاديه التي يتعرض لها الفلسطينيون ليس فقط قطاع غزه محاصر الان حصارا شاملا بل حتى الصيادون لا لا يسمح لهم بالصيد في البحر مم. والضفه الغربيه الان تتعرض لعمليه لصوصيه ونهب يعني, يعني عندما و... تاتي اسرائيل وتقتص من اموال الضرائب الفلسطينيه التي يدفعها الفلسطينيون من عرق جبينهم نعم وتكون النتيجه ان الموظفين في الضفه الغربيه لا يتلقوا سوى نصف الراتب ماذا تتوقع يعني هذا ولكن... يؤدي الى انهيار اقتصادي وبالتالي كلامك مهم ولكن دعنا وشامل. دعنا فقط نشير الى الذي جرى في قطاع غزه ايضا المتظاهرون يتم قمعهم وضربهم من قبل سلطه حماس هذا مرفوض اي اعتداء على حقوق الانسان مرفوض جمله وتفصيلا سواء كان الذي يقوم به اسرائيلي او فلسطيني هذا صحيح, صحيح واي اعتداء على متظاهرين سلميين مرفوض وخاصه عندما يطالبوا بالعيش بكرامه سواء قامت بذلك اي اجهزه امنيه سواء في غزه او في الضفه الغربيه او اي مكان اخر ولكن يجب ان نميز بين م. هذا الذي يجري وهو مرفوض وغير مقبول ونحن ادناه ورفضناه وبين الاضطهاد الاكبر الذي يتعرض له كل الفلسطينيين. طيب وهو اضطهاد الاحتلال هذول امرين مختلفين أه سيد ولا يمكن المساواه نعم. بينهما أه يعني اخيرا هل ترى انه انه في طرف ما من من خلف ستار معني بتسخين الاوضاع في فلسطين اطلاق الصواريخ على على تل ابيب جهه مجهوله قامت بذلك مساله الطعن انت الان تقول انه هذا شاب قام بالامر بمبادره شخصيه انه يعني لا ينتمي لاي لاي جهه هل هنالك طرف مهتم بالتسخين نعم نتنياهو مهتم بالتسخين وحكومته مهتمه بالتسخين ولو لم ولو لم تكن مهتمه بالتسخين لما وصلت الاستيطان ولما تجرأت على تشجيع قرار باغلاق جزء مهم من المسجد الاقصى وعلى تشجيع عمليات دخول المستوطنين إلى داخل المسجد الأقصى نحن نعرف أن الانتفاضة الثانية فجرتها أحداث الأقصى وزيارة شارون للمسجد الأقصى فالذي يمد يده ويعتدي على المقدسات الدينية يثير مشاعر الناس ويسبب أقصى درجات التوتر بالتأكيد أشكرك جزيلا دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية في ذات الموضوع من تل أبيب رؤوفين باركو المحلل السياسي في جريدة إسرائيل اليوم سيد رؤوفين أهلا بك معنا في الحرة الليلة ودعني أبدأ معك من انتهى من إليه السيد مصطفى البرغوثي عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهتم بتسخين الأوضاع في الأراضي الفلسطينية تفضل لقد تعودنا من مدة من يوم إقامة الدولة وقبلها أن اليهود والإسرائيليين هم سبب كل ما يحصل في الشرق الأوسط ومصطلح مؤامرات إسرائيلية يصود في دهون هؤلاء الذين نسمعهم تكرارا مرارا وتكرارا من من أمثال ضيفك البرغوتي وليس بجديد ولكن إذا عدنا إلى ما ذكره برؤوس كلام فمن بين أناصر الحصار القطاع غزة هي السلطة الفلسطينية التي تمنع الدفوعات للسلطة وكأنه هناك شعبين شعب يسمى فلسطيني في الضفه الغربيه وشعب يختلف كليا عن هذا الشعب عايش في قطاع غزه محكوم باياد عصابه مسلحه تريد تدمير اسرائيل وكل ما تقوم به اسرائيل هو ردا على الصواريخ والعنف والتحريض الذي يعني ناتج عن هذه الحركه يعني ولكن هذه الإمارة الإسلامية الموجودة في قطاع غزة وليس لدي أن صاروخان. يلوم إلا نفسه إسرائيل والسلطة الفلسطينية غزة. <applause> شوف إحنا تعلمنا المسلمين على الساعة ساعين ونعطيهم ردا بالمثل، ما تتوقع ماذا تتوقع ان نحاسب كل جريح وقتيل عنا ونجاوب بالمثل جريح وقتيل عندهم؟ هذا هذا مخالف لكل قوانين الحروب العالميه، من يريد ان يردع فهم يضربوا بشده كل ما يحاولوا او تتسول لهم نفسهم ان يقتلوا مواطنين اسرائيل في تل ابيب، بس هذا مش السؤال انت طرحت بعض الاسئله ضيفك وهي الحاله في غزه وقد جاوبتك انه من المتهمين الرئيسيين فيما يسمى الحصار لغزة هو السلطه الفلسطينيه التي تمنع الدفعات اما بالنسبه للدفعات اللي اسرائيل تحجز جزء منها نعم هي تدفع تحريضا وتشجيعا طيب. للإرهابيين وعائلات القتلة الذين يقتلون إسرائيليين ويقتلون في السجون ولذلك تحسم إسرائيل طيب. ولكن... من رواتب هؤلاء المجرمين وهذا من حقنا أن نقوم به سيد أما بخصوص يعني. المسجد الأقصى المبارك نعم هذه هي النقطة المهمة نعم بخصوص باب الرحمة نعرف أنه نعرف لا إنه لا انت لم تقاطع اسمع اسمعني اللي اسمعني 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 ارجوك نعرف انه المسجد الاقصى آآ آآ يتبع ل انت لي لم تقاطع ضيفك الاخر يا ولذلك انا لا اقاطعك انا اسالك سيدي نعرف انه يتبع للمملكه الاردنيه الهاشميه هل للمحاكم الاسرائيليه سلطه على المسجد الاقصى شوف انت بتست سيدي الفاضل انت مع الاسف تغلط في كلمه تبع يتبع هي ملكيه للاردن ولاسرائيل اتفاق والذي بموجبه يعطي للاردن صلاحيه وافضليه اداره الاماكن المقدسه للمسلمين في المسجد الاقصى وعليك ان تتقن التفاصيل هذا لصالح الاردن التي هي تعتبر خادم الحرم الشريف القدس مثل ما هم على السعود يخدمون مكة والمدينة هذا مصدر شرعية للتاج الأردني من جهة ومن جهة ثانية المسجد الأقصى موجود تحت سيادة إسرائيل وعاصماته الموحدة وذكرك عندما قال ضيفك الكريم أن هناك يعني احتلال سيد روتين سأعود مرة أخرى يعني أنا متأكد أنك تسمعني بصورة جيدة لم سيد لم تكن دولة فين. فلسطينية اسمعني. عبر التاريخ يعني. لا 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 أنت عليك أن تعطي لي الفرصة لا ولكن تماما, لم تماما من حقك حق أن تأخذ الفرصة لأنه يعني لم تكن دولة فلسطينية عبر التاريخ والقدس لم تكن عاصمة لدولة طيب. اللي عمرها ما كانت هذه نعم. الحجج باتلة واضح نعم. هذه العوده للتاريخ يعني نعم. انت ترى انه من حق المحكمه الاسرائيليه أما ان تصدر قرارا باغلاق قتصية. باب الرحمه لا لا لا. الا يصب هذا مزيدا من الزيت على النار هذا سؤال جيد بس سؤال سيدي الفاضل الميزه في المحطات التلفزيون العربيه انهم يسألون سؤال ولا يريدون أن يسمعوا الجواب. طيب وذكرك أنك كنت, تفضل. كنت جاوب. بمنتهى جاوب. صبر عندما سمعت ضيفك الآخر وكانه يخطب خطبة يوم الجمعة. فلا لا لا هذه كانت خطبة يوم الجمعة. خطب وخطب كنا على الصبر نسمع على الآخر. طيب يعني. سألتني أنت عن الآن اللي تفضل بالجواب. اللي 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 باب الرحمة أول شيء باب الرحمة هو باب م... باب الرحمة باب مسكر من من سنين. ولكن اسرائيل اطلقت حررت امر باغلاقه سنة 2003 بموافقة كل عناصر الأردن طبعا اللي هي ولية الأمر هنالك من ناحية الإدارة ومن ناحية التعيينات وإلى إلى آخره وكان وحتى السلطة كانت راضية آنذاك تعرف لماذا؟ لأنه استولت عليها حركة حماس والمرابطين والمرابطات اللي هم مرتزقه لحماس، والكل كان راضي من 2003 لليوم، شو تغير انطلق إلى جواتها كانت هذا المكان مدرسة فقط لا مصلى ولا بطيخ أصفر هم يريدون الآن أن يولعوا نار بغية منع كل ما يسمى سفكات العصر وأذكرك أن الأردن عندما تشجع هؤلاء الأنصار الفلسطينية من حماس ومن السلطة التي تحرك وهي من المسؤولين طيب. عن قتل الأبرياء في عمليات تخريبية. أنا تبقى لي دقيقة واحدة سيد روفين لأن كل, كل هذا التوتر يضع عملية السلام, السلام في أي إطار فهذا سبب أنه يتحول القدس عاصمة لأي أي مكان مكة مش مكة مش مش عاصمة السعودية ولا المدينة ولذلك القدس من ليس لهم فيها لا ناكا ولا جمل، هم مواطنين عاديين في المدينة الموحدة عاصمة دولة اسرائيل. تفضل بسؤالك. عملية السلام ستكون تفضل. في أي إطار؟ باختصار أرجوك. بعد هذا تفضل التوتر. بسؤالك سيدي تسمعني؟ نعم عملية السلام ستكون في أي إطار وباختصار شديد ثلاثين ثانية؟ السل... نعم نعم بسمعك منيح. نعم عمليه السلام سوف تكون مش عن طريق الارهاب الفلسطيني لانه كل هذه العمليات سوف تشجع حزم اسرائيل ببناء المستوطنات ولا بافرايا ولازم يكون الفلسطيني يرجع الى طاوله المفاوضات هذه الطريقه الوحيده كل بندقية فلسطينيه سوف تكسر وكل مجرم ارهابي سوف يقتل في ميدان الحرب هذا نعم. يكون الجواب مباشر بالطرق السلميه هذا كان الاساس شكرا جزيلا زمني بالفعل انتهى سعيد. לה את השרה מוסטק בליאה. תפלם, לך.